السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة معانا طلاب الصف الأول إعدادي، ومعانا طالب شاطر جدا وعملنا اختراع أو عملنا دايرة كهربائية. اسمك إيه؟ عبد الرحمن محمد محمود. عبد الرحمن، عملت إيه يا عبد الرحمن؟ دايرة كهربائية. دايرة كهربائية عبارة عن إيه؟ مفتاح كهربي وموتور لحال الطاقة الكهربائية الحركية، وبطارية تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. برافو عليك. وأسلاك كهربائية. طب شغل الدايرة كده، شايفين؟ شايفين حركة المروحة؟ مين يقول لي الموتور هنا كانت ايه وظيفته؟ هي زياد. الموتور بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. حركية، برافو عليك. طيب العمود الجاف اللي محطوط في الدايرة يا سليمان، حول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. برافو عليك، حول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. طب مين يقول لي أجهزة أو تطبيقات فيها تحولات الطاقة؟ هي سيف. راديو كاسيتي، حول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية. ها؟ الإيه؟ التلفزيون يحول الطاقة الصوتية، الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية وضوئية. ها؟ الموتور الموجود داخل الغسالة يحول طاقة كهربائية إلى طاقة حركية. برافو عليك. هي عبد الرحمن. التكييف يحول طاقة كهربائية إلى طاقة حركية. برافو عليك. ها؟ سيف. الغسالة موتور كهربائية إلى طاقة حركية. الموتور موجود داخل الغسالة يحول الطاقة كهربائية إلى طاقة حركية. هي زياد. الموتور داخل المروحة يحول الطاقة الكهربائية لطاقة حركية. لا ما سمعتش. ضوئية وحرارية. هي زياد. تمام، برافو عليك. ها؟ المدفأة الكهربائية تحول طاقة كهربائية لطاقة حرارية. طب لو قلت مدفأة الفحم يا عبد الرحمن؟ من كيميائية لحرارية. برافو عليك، من طاقة كيميائية إلى طاقة حرارية. قلنا قبل كده إن الغذاء والوقود يختزنوا طاقة كيميائية. العمود الجاف يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. برافو عليك، العمود الجاف يحول طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية. هي عبد الرحمن. يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. برافو عليك. الوقود يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية. تمام. ها؟ نقلة الحياجة بتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. تمام، يلا يا عبد الرحمن. مفاعل النووي يحول الطاقة النووية إلى طاقة كهربائية. برافو عليك، مفاعل النووي يحول الطاقة الكهربائية، الطاقة النووية إلى طاقة كهربائية. ها؟ الإيه؟ المصباح الكهربي. برافو عليك. طب في اي سؤال لزميلكم عبد الرحمن والدائره الكهربائيه بتاعته؟ طيب سباعيه حلوه لزميلكم. شكرا ليكم.